ينطلق تحالفنا الانتخابي، تحالف قوى الدولة الوطنية، وهو تحالف ينطلق من الدولة ويسير في أفق الدولة ونحو دعم الدولة الوطنية القوية المستقلة والمستقرة والمزدهرة العصرية والعادلة لتعزيز السيادة الوطنية والإرادة الجماهيرية الخالصة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والأجندات الفئوية الضيقة، وبعيداً عن الصفقات المشبوهة والاتفاقات الوقتية المشلولة. يتميز تحالفنا تحالف قوى الدولة الوطنية بأنه يمثل المعالم التالية: أولاً، إنه يمثل قوى الاعتدال والوسطية والتدبير. ثانياً، ويمثل القوى المتمسكة بالمواطنة والقانون والدولة. ثالثاً، يمثل القوى التي ترفض التشدد والتطرف والتعنصر والانغلاق. رابعاً، إنه يمثل القوى المنفتحة على جميع المكونات والشرائح والتوجهات، ويشكل حلقة الوصل بينها. خامساً، إن تحالفنا هو تحالف القوى المؤمنة بتمكين الشباب والكفاءات وحقوق المرأة. سادساً، يمثل القوى التي تمتلك تاريخاً مشرفاً وتقود مساعي جادة ومبادرات ومنجزات واضحة ومشاريع ناضجة لبناء الدولة. سابعاً، إنه تحالف القوى التي لا تؤمن بعسكرة المجتمع والدولة ولا بأجنحة موازية أو منافسة للدولة.